اسمع يا اخوي، سلمان عايز يكوش على البيعه كلها لنفسه وبتراب الفلوس، وجاي يربط راسنا بحديد الماسخ دي. سلمان ما يقدرش يعمل معايا كده. لو تسيبني 5 6 شهور ابي حملك بمعرفتي وهنكسب منهم ذهب يا ولد ابوي. جرالك ايه يا ولد ابوي؟ دي امانه في رقبتنا، تقدر تساعد ساعد، ما تقدرش تسكت. بالعصاية دي شايفين شايل الآلي ولا ايه؟ لا مش القصد يعني، بس ما قلتليش رايح على فين. هقضي عملية كده يمكن اغيب يوم ولا اتنين. ايوه يعني طمني رايح فين. انت عارفي ليه؟ عشان ترمح ورايا تاني. سلام عليكم. لا اله الا الله محمد رسول الله. استرها يا رب استرها. بتخطي برجليك على فين يا خلف؟ خابر سكتك زين؟ هتطلع ولا تنزل؟ مفيش قدامي سكة غيرها. كنت أكحت أدور على ذهب مدفون ياخد روح مين وقتها؟ فريدة ولا كريم؟ السلاح هياخد أرواح كتير ملهاش عد. عاود يا خلف. هحاول كي يا زمن واهي قال لي الزمان انت مين؟ انا قلت عبد الله. اداني ربي أمانة شلتها في سرة، سرقوها مني العباد، أنا قلت خلف الله. واللي يضيع النهاردة يلتقوه بكرة. آه 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 يا زمن.